أهلا بكم في الساعة الأخيرة وفي أبرز العناوين. وحدة من القوات المسلحة تواصل التقدم بريف حماه الشمالي وتستعيد السيطرة على بلدة معردس. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطتين لمترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. وشهيد وجرحى في تفجير إرهابي بعبوة ناسفة قرب سوق شعبي غرب العاصمة العراقية بغداد. الساعة الأخيرة بدأت، أهلا بكم. السلام عليكم. أكد مصدر عسكري أن وحدة من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت بلدة معردس بريف حماه الشمالي بعد القضاء على عشرات الإرهابيين من جبهة النصرة وتدمير أسلحتهم وعتادهم. وهذه المشاهد من العمليات العسكرية التي أفضت إلى السيطرة على بلدة معردس. ونتابع مشاهد من سيطرة الجيش العربي السوري على منطقة أبو الظهور بريف حماة. كما استهدفت وحدات الجيش مقرات وتحركات جبهة النصرة الإرهابية بدرعا وريفها، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 إرهابيا وتدبير مقر قيادة بمن فيه، وتم القضاء على أكثر من 10 إرهابيين من تنظيم داعش في دير الزور. جولة على أبرز الأحداث الميدانية في التقرير التالي. كبدت وحدات الجيش العربي السوري التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة في عملياتها في عمق جوبر وأطراف أربين وزملكة. سلاح الجو استهدف بضربات عدة أوكار المجموعات الإرهابية وقضى على كامل أفراد المجموعة الإرهابية المتواجدة فيه. ضربات مدفعية وصاروخية وجهتها وحدات الجيش العربي السوري على أوكار الإرهابيين في القابون، محققة تقدما نحو مواقع جديدة وسيطرت على عدد من كتل الأبنية الحاكمة في حي القابون. في ريف حماة الشمالي استعاد الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة السيطرة على بلدة معردس. وحدات من الجيش نفذت عمليات ورمايات على مقرات وتحركات جبهة النصرة الإرهابية بدرعا وريفها، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 إرهابيا وتدمير مقر قيادة بمن فيه شرق الجمرك القديم وتحصينات ودشم شمال شرق سجن الكرك وحي طريق السد وثلاث عربات مدرعة شرق بلدة إبطاع وشمال النعيمة. وعلى محور ريف حمص الشرقي كانت وحدات من الجيش والقوات المسلحة قد أحكمت سيطرتها على جبل أبو ظهور الاستراتيجي وسيطرت ناريا على سد أبو قلة ووسعت من نطاق السيطرة مكبدة إرهابيي داعش، خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
أكد مصدر في قيادة شرطة دمشق إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة جراء اعتداءات إرهابية ب4 قذائف هاون سقطت في محيط ساحة الأمويين في دمشق. أنا حارس هون بالحديقة، ونزلت قذيفة، سمعنا صوت قذيفة ونزلت قذيفة هون ما هو مكانها، فما الحمد لله ما حدا تصاب، ما حدا تأذى فيها. في هون بس عامل عم بيشتغل هون بالكافتيريا هاي، فهو بس جرح خفيف ما في شيء الحمد لله. نحن بنقول لهم يضربوا قذائف، مهما ضربتوا قذائف وهاون وكل شيء ما راح بتأثروا بنفسيتنا نهائيا، وبنضل نطلع ونفوت على بيوتنا ونروح ونجي. هلا ونحن بنلعب رياضة كنا هون، نزلت قذيفة هون حد منا، وهلا نحن هون رح نتابع حياتنا ونعمل كل شيء اللي احنا بمشينا فيه، وهلا جكر فيهم رح اعمل حركات ثانية هون. قد ما ضربوا قذائف، قد ما حكوا، بتم سوريا الصامدة بإذن المولى واحد أحد. وهن جزورة خليج ومعروفين شو هن، ونحن شعب صامد بإذن المولى واحد أحد. كما استهدفت التنظيمات الإرهابية حي القيمرية في دمشق القديمة، ما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة بين المواطنين وأضرار مادية بالمكان. الله لا يوفقن، الله لا يوفقن يا رب، الله ينصر هالبلد، الله ينصرنا عليهم، الله ينصرنا على أعدائنا يا رب، الله يمحيهم عن وش الأرض. شو عاملين لهم مدنيين؟ احنا شو عم نساوي لهم؟ على بيوتنا تجي علينا، مو حرام أطفال هون ميتم؟ هذا ميتم بنات طيب، مو حرام عليهم؟ أنا هون بالمحل إجت أول وحدة ما عملت شيء، هربت على المحل الثاني، فتنا لجوا تخبينا جوا، إجت القذيفة الثانية على المحل الثاني جوا عندي. كمان ما بقي لا بلور ولا بقي شيء ولا بقي، لأنه الشظايا ليك على الغلق المصير كلها بخشة وفاتت لجوا. لك شو ذنب المواطن هذا يا جماعة؟ شو ذنبه؟ إنهم مجرمون، إنهم قتلة، إنهم جبناء، هذا عمل جبناء وليس عمل شجعان، والله سيسحقهم الجيش. أدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتين لمترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية وأودى بحياة عدد من الأبرياء وجرح العشرات. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن تعاطفها وتضامنها الكاملين مع روسيا الاتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا، وعن أحر مشاعر العزاء والمواساة لذوي الضحايا الأبرياء. عدد من الضحايا والمصابين في تفجير مزدوج بمحطة مترو في سان بطرسبورغ الروسية، وفيما تنظر الأجهزة الأمنية في كل الروايات بما فيها العمل الإرهابي، يؤكد الرئيس بوتين أنه من المبكر التكهن بأسباب الحادث. تقرير نادية الجنداوي. في وقت تصب الجهود الروسية كامل ثقلها لمكافحة الفكر الإرهابي في كل من سوريا والعراق، وتشجب عبر إداناتها التفجيرات الإرهابية التي تضرب في كل مرة دول المنطقة والعالم، ها هو ذات الفكر يضرب مترو أنفاق بمدينة سان بطرسبورغ الروسية. عدد من المدنيين الأبرياء هم ضحايا التفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع بمحطتي سينينايا بلوشاد وتكنولوجيسكي إنستيتوت في سان بطرسبورغ، إضافة إلى جرح العشرات.
مصادر أمنية أكدت أن قوة التفجير كانت تساوي نحو 200 إلى 300 جرام من مادة TNT الشديدة الانفجار، وأن التفجير وقع في العربة الثالثة للقطار ولم يتسبب بحريق، مضيفة أن جميع الضحايا كانوا متواجدين قرب المكان الذي وضعت فيه العبوة الناسفة. اللجنة الوطنية الروسية لمحاربة الإرهاب ذكرت أنه تم إجلاء مترو الأنفاق بالكامل وإجلاء جميع الركاب، وأعلنت إدارة المترو إغلاق جميع محطاته، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى مخرج محطة سينانايا بلوشاد لنقل الجرحى عبر اعتماد خطة طارئة وتجهيز كافة المستشفيات القريبة لاستقبال المصابين. الأجهزة المعنية بدأت التحقيقات في الهجوم الذي يعتقد أنه يحمل طابعاً إرهابياً، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى تقريراً من رئيس هيئة الأمن الفيدرالي مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن سبب التفجير. أسباب التفجير غير واضحة حتى اللحظة، ومن السابق لأوانه الحديث عن ذلك، والتحقيق سيكشف عن أسباب التفجير. وبطبيعة الحال دائما ننظر في جميع الخيارات، كأن تكون غير جنائية أو إجرامية، وقبل أي شيء عمل يحمل طابعا إرهابيا. التفجيرات التكفيرية التي تضرب دون تمييز في كل بقعة من بقاع العالم تؤكد أنه آن للمجتمع الدولي أن يدرك أهمية توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب. هل حقا هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا أصبحت أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية بقيادة ترامب؟ إذا كان ذلك صحيحا، فلماذا يبدو موقف هذه الإدارة ملتبسا، ولماذا لا تنسجم ممارساتها على الأرض مع هذه الأهداف المعلنة؟ المزيد في التقرير التالي. هزيمة تنظيم داعش الإرهابي والقضاء عليه هي الأولوية الأمريكية الملحة اليوم. الاستنتاج هذا لم يأتي بتحليل المواقف هذه المرة، بل جاء بناء على التصريحات الأخيرة المعلنة والمتتالية من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب. الكلام عن الأولويات ليس بكاف لأخذ التصريحات والنيات على محمل الجد، فأرض الواقع والميدان تكشف الكثير من التباسات التطبيق وتفتح على احتمالات أوسع، وربما تفضي أن يكون التحول في الموقف الأمريكي هذا هو الأبرز من الأزمة في سوريا. تحول يقتضي إعادة للحسابات وبدءاً لتقييم الخطوات المرحلية والمقبلة من أجل الانطلاق على السكة الصحيحة للحل السياسي للأزمة في سوريا. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سارع إلى تنبيه جماعات ما يسمى بالمعارضة بضرورة قراءة الموقف الأمريكي جيداً. استنتاج العبر السياسية وعدم السباحة بعكس التيار أقصر الطرق اليوم لاتخاذ موقف بناء في جلسات الحوار السورية. عدم التعنت بشروط مسبقة ومغادرة الحوار أو عدم الحضور حلول لم تعد تصلح للزمان والمكان المناسبين، كما كان الاعتقاد السائد لدى وفد المعارضة القادم من الرياض. المتغيرات الميدانية بتقدم الجيش العربي السوري وأحباطه لهجمات إرهابية عدة تزامنت مع جهد دبلوماسي سوري إن كان في أستنا أو في جنيف، وعلى ضوء ذلك أهم الخطوات تبلورت بفرض مكافحة الإرهاب على جدول أعمال العملية السياسية، وترافقت مع ما يحكى عن تحول أمريكي كبير من شأنه إن تم بالفعل وترجم على أرض الواقع أن ينقل واشنطن من طرف في تمويل الإرهاب إلى أحد رعاة الحل للأزمة في سوريا، بعيداً عن أي ازدواجية للمعايير هذه المرة. المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي ووزراء التعليم العالي والأشغال العامة يحضرون فعاليات عدة في محافظة حلب. تقرير وعد محمد. بحضور المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور شعبان عزوز رئيس مكتب العمال وحسين عرنوس وزير الأشغال العامة عضوي القيادة القطرية والرفيق عاطف نداف وزير التعليم العالي، عقد فرع جامعة حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي مؤتمره السنوي على مدرج كلية الهندسة المدنية
حيث أشاد المهندس الهلال بأهمية جامعة حلب. هذا الصرح التعليمي العظيم الذي أتاح الفرصة لمئات الآلاف من الكوادر والخبرات السورية لتنال التعليم والتدريب والإجازات الجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراه من كلياتها ومعاهدها. في أحلك الظروف عندما كان كل هذا الإرهاب يضرب كل أرجاء المدينة كنا نشعر بطعم الحياة في هذه الجامعة من خلال آلاف الطلبة والمدرسين وكل القيمين على هذه الجامعة وهم يؤدون الرسالة بأبهى حالاتها وبأبهى صورها. حلب قسمت ظهورهم إلى غير رجعة. حلب زعجتهم إلى ما لا نهاية. وشاهدنا بعد إذن أو حتى قبل أن ينهاروا كيف أن المطبلين والمزمرين والداعمين والمطبعين كلهم كانوا يتباركوا زورا وبهتانا على حلب وعلى أبناء حلب. وفي تحدي جديد وتحت عنوان يا أم الشهيد كلنا أولادك، أقام اتحاد عمال محافظة حلب في مبنى اتحاد العمال حفلا تكريميا شارك فيه المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور شعبان عزوز وحسين عرنوس عضوي القيادة القطرية. يجب أن نكرس جل اهتمامنا وجل وقتنا وكل أعمالنا لنجعل هؤلاء الأبطال من خلال الاهتمام بذويهم أن يكونوا في أحسن حال، لأن هؤلاء الأبطال كانوا وما زالوا وسيبقوا في الوجدان. وفي ختام حديثه أكد الهلال بأن التاريخ تحدث عن الخنساء التي قدمت أبنائها الأربع قربانا لوطنهم، ولكن في سوريا أصبح لدينا الآلاف من الخنساوات اللواتي قدمن أبنائهن وسيقدمن أنفسهن للوطن. وفي جامعة حلب احتشد آلاف الطلاب احتفالا بعيد الطالب السوري، وتضمن الاحتفال الذي شارك فيه الأمين القطري والمساعد لحزب البعث هلال الهلال وأعضاء القيادة القطرية وزراء الأشغال والتعليم العالي، تضمن فقرات فلكلورية وتمثيلية ورياضية وغنائية تفاعل معها الحضور. لقد رهنوا عليكم كثيرا، رهنوا على جامعتكم وراهنوا عليكم، لكنهم ما استطاعوا، لأنكم حميتم هذه الجامعة بصدوركم وتصديتم لكل قذائف غدرهم وحقدهم، فكنتم النموذج وكنتم الأبطال. هل تعرفون لماذا خاب رهانهم عليكم يا أبناء حلب ويا أبناء جامعة حلب ويا طلبة حلب؟ لأنكم آمنتم إيمانا مطلق بانتمائكم إلى هذا الوطن، آمنتم إيمانا مطلق بانتمائكم إلى هذا الجيش ودعمكم لهذا الجيش الذي سحق هؤلاء المرتزقة ومرغ أنوفهم في التراب. جامعة حلب وباقي طلاب سوريا أكدوا على تصدي لكل أساليب الإرهابيين والعمل على بناء سوريا المستقبل. حفل تأبين في جامع العثمان بدمشق بمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. أربع سنوات على استشهاد العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، أربع سنوات رسمت كلماته وأكدت مخاوفه التي أطلقها قبيل وفاته، محذراً الناس من الفتنة والفرقة والانزلاق إلى مهاوي التكفير والإرهاب. جامع العثمان بدمشق احتضن حفلاً تأبينياً كبيراً حضره علماء وخطباء ودعاة من كل أنحاء سوريا للتأكيد على أن الإسلام هو دين السماحة والاعتدال، وأن ما دعا إليه الشيخ الشهيد كان الحق لا ريب فيه. الدكتور ربوطي كما تعلمون وكما قال سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد حفظه الله، كان لا يطلب منصبا ولا جاها ولا شعبية ولا مالا، وهذا كان واضح في حياته،
ومن خلال ممارساته اليومية. هذه الممارسات التي كنا نشهد في كل يوم درسا من دروس الإيمان بحاله قبل قاله رحمه الله سبحانه وتعالى. ألف منذ أكثر من 40 عاما كتابه الذي ترجم إلى كثير من اللغات اللامذهبية، أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، ثم ألف بعده بسنوات كتابه السلفية، مرحلة تاريخية مباركة وليست مذهبا إسلاميا. أما في التزكية والتوحيد الحقيقي فقد تشربها قلبه واصطبغ بها وجدانه. هذه سوريا الحبيبة وفيها اللحمة الوطنية التي أثبتت للعالم أجمع بأنها عصية على كل الأعداء ورحيمة مع كل الأبناء. الشعب السوري في هذا اليوم المبارك قد أثبت للعالم أجمع بكل فئاته بكل شرائحه صغارا كبارا وزارات كل الشرائح أثبتوا بأنهم هم قلب سوريا النابض. 4 سنوات على رحيل العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي تاركا إرثا غنيا في العلم والفقه، قضى عمره في هداية الناس والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبعد أن دعا إلى نبذ الفتنة الكبرى في سوريا وحذر من عواقبها قضى شهيدا للمحراب والوطن. مجموعة من المغتربين السوريين تؤسس ملتقى المغتربين السوريين من خلال دعوتهم إلى مؤتمر للبحث عن عقول سورية واعية تأبى أن يكون تفكيرها وإنجازها بعيدا عن مصلحة الوطن وحياته الآمنة والحضارية. تقرير جودي يعقوب. دعما للوطن أسس مجموعة من المغتربين السوريين ملتقى المغتربين السوريين من خلال دعوتهم إلى مؤتمر يلم شمل فصائل وتنظيمات وروابط وتجمعات المغتربين، سعيا للبحث عن عقول سورية واعية تأبى أن يكون تفكيرها وإنجازها بعيدا عن مصلحة الوطن وحياته الآمنة والحضارية. الهدف من هذا الملتقى هو العمل المشترك لما فيه صالح الوطن والمساهمة الفعالة في استقطاب كل الإمكانات التي تدعمه وتشارك في إعادة إعماره، وليكون لها صوت وحضور أقوى عالميا وبما يفيد الوطن والمواطن السوري. الملتقى يعمل على جمع السوريين المتواجدين في كافة أنحاء العالم ليعلموا واجباتهم وما الذي يجب أن يقدموه للوطن، وليسهموا بشكل فعال في إيصال الحقائق إلى مواطني الدول التي يقيمون فيها، بعد كل عمليات التزييف الإعلامي التي ارتكزت عليها الدول المتآمرة في حربها على سوريا. في بداية تجمعنا بملتقى المغتربين السوريين كان هدفنا تجميع الطاقات الوطنية الموجودة في المغترب بحيث أنه يكون لنا عمل منتج مفيد قدر الإمكان. طبعا نحن عددنا ما هو العدد الكبير، لكن الحمد لله كل ما أعدادنا بتتزايد وتكاتفنا بيكون أفضل وأحسن، وشوي شوي عمالنا مننتج. الملتقى هذا ولد ليكبر مشان سوريا الكرامة، سوريا العزة، سوريا النضال، والسوريا اللي ما بتنهزم. بالتأكيد هو معنى الملتقى هو أنه جميع الجمعيات الاغترابية والمغتربين نجمعهم تحت سقف الوطن. كل مؤسسة إلى آراء إلى أهدافها، بس هدفنا الأول هو سوريا. نحن مجموعة من السوريين قررنا توحيد جهودنا لنقف جانبا إلى جانب شعبنا العظيم في سوريا وإلى جانب الجيش العربي السوري. تحياتي من القلب إلى جيشنا العظيم وإلى شعبنا العظيم. نحن معكم، لم ولن ننساكم، وقسما لن يمروا. كلياتنا من كل أنحاء العالم ندعم سوريا ونشيد بصمود الجيش العربي السوري، وتحية للجيش العربي السوري، والله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى. فمشاركة هذا العدد من هؤلاء الشباب المغتربين في الملتقى
هو تعبير عن مدى محبة وتعلق الشباب المغترب بوطنهم الأم سوريا، وتجسيداً لحجم اعتزازهم بها. كل سوري أينما كان وحيثما وجد يجب أن يعمل لإنقاذ وطنه، وماذا يفيد عمل الأفراد إذا لم تترتب عليه حركة فعالة تقوم بها جمعية أو حزب يمثل الجارية. ومن هنا جاء ملتقى المغتربين السوريين وبوصلته سوريا من أجل دعم الوطن وحمل رسالته للعالم أجمع ومد جسور التواصل بين السوريين في الوطن والشتات. جودي يعقوب للأخبارية السورية من صالة كنيسة سانتا ماريا إن كوزميدين، روما، إيطالي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين من عدة مناطق بالضفة الغربية، فيما دعت منظمات الهيكل المزعوم أنصارها من جمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك بدءا من الخميس القادم. خليل إبراهيم والتفاصيل. تشهد مدينة القدس المحتلة حالة من الاستنفار والاستعداد في صفوف المواطنين والمرابطين داخل المسجد الأقصى المبارك لحمايته من دعوات العديد من منظمات الهيكل المزعوم أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى بدءا من الخميس القادم، تمهيدا لتنظيم فعاليات خاصة لمناسبة ما يزعمونه عيد الفصح الذي يبدأ منتصف الشهر الجاري. النشرات والملصقات التي تم تعميمها على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع منظمات الهيكل المزعوم تضمنت الدعوة إلى الحضور والمشاركة في فعالية ما يسمى تمرين الذبيحة بعيد الفصح في منطقة القصور الأموية الملاصقة لجدار المسجد الأقصى المبارك الجنوبي. برامج الصهاينة المعلنة تشمل فعاليات في باحة حائط البراق وأخرى في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، فضلا عن محاولة استهداف المسجد الأقصى المبارك باقتحامات واسعة ومحاولة أداء طقوس تلمودية مزعومة بهذه المناسبة. اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك جريمة وعدوان مخطط له من قبل حكومة الاحتلال الصهيوني لتنفيذ مخطط التقسيم الزمني والمكاني للمسجد بهدف احتلاله والسيطرة عليه ومحاولة نسفه من كونه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. استشهد شخص وأصيب 3 آخرون في تفجير إرهابي بعبوة ناسفة قرب سوق شعبي غرب العاصمة العراقية بغداد، وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب منطقة الحصوة التابعة لقضاء أبو غريب، انفجرت ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية العراقية إحباط محاولة إدخال سيارة مفخخة إلى مدينة الفلوجة من مدخلها الغربي. الأحزاب السياسية الجزائرية تكثف نشاطها عشية تشريعيات 4 من أيار القادم، خارطة سياسية حزبية ستشكل البرلمان الجديد. مراسل الإخبارية أمين بورحلة والتفاصيل. بين من يريد الحصول على الأغلبية في البرلمان القادم ومن يريد المحافظة عليها، كثفت الأحزاب السياسية الجزائرية نشاطها عشية تشريعيات 4 من أيار القادم. فحفاظ أحزاب السلطة على الأغلبية كحزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي قد يضمن لها تمرير القوانين ودعم برنامج رئيس الجمهورية حتى انتهاء عهدته الرئاسية. أنا نظن باللي الناس راهم يعولوا على أشياء اللي ربما يعني خيالية في دماغهم ويراهنوا على سقوط جبهة التحرير الوطني. أنا نقول لك جبهة التحرير الوطني بمحبيها وبمتعاطفيها وبكل المناضلات والمناضلين ستفوز إن شاء الله يوم 5 ماي بأغلبية في المجلس الشعبي الوطني.
باستثناء حزبي الأغلبية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، تسعى الأحزاب الأخرى كالحزب الحليف للسلطة، تجمع أمل الجزائر وبعض أحزاب المعارضة إلى إبقاء حضورها تحت قبة البرلمان، وحصولها على الأغلبية يبقى بعيد المنال، ما يطرح حسب مراقبين فرضية السعي للحصول أو الحفاظ على امتيازات الحصانة البرلمانية والمالية، أمر قد يشكل انحرافا عن التمثيل الشعبي. هذا الانحراف إن حدث قد يدفع المواطن الجزائري للعزوف عن المشاركة في المواد الانتخابية. وطموحنا في العاصمة كبير، يصل إلى 15 مقعد، ما يمثل 40%. هذا هو طموحنا، طموح مشروع قد يصطدم برغبات الإدارة، قد يصطدم برغبات خياطي الانتخابات، قد يصطدم بمن يتلاعب بالصناديق، قد يصطدم أيضا بالمنافسين. البرلمان المقبل له علاقة بالرئيس المقبل للبلاد، لأن الأغلبية هي من تدعم الرئيس القادم وبرنامجه، وتشكل قوة اقتراح بعد تعديل الدستور الذي يمنح للبرلمان صلاحيات أوسع باعتبار أن نظام الحكم شبه رئاسي، فهو مشترك بين البرلمان ورئاسة. تشتد المنافسة بين أحزاب الموالاة والمعارضة، بين دعاة للاقتراع ودعاة لمقاطعة الانتخابات النيابية، لكن المؤكد أن موعد الرابع من أيار المقبل سيكون محطة مهمة ترسم صورة سياسية جديدة في البلاد. أمين بورحلة الإخبارية السورية، الجزائر. أصيب ضابطا الشرطة تركيان في انفجار عبوة ناسفة في محافظة مرسين جنوب تركيا. صحيفة حريات التركية نقلت عن رئيس شرطة المحافظة محمد شاهين قوله إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور سيارة تابعة للشرطة في منطقة ميزتلي في محافظة مرسين، ما تسبب بإصابة ضابطي شرطة بجروح. ألمانيا تهدد أردوغان بالاعتقال، والاستخبارات الأمريكية تؤكد بأن انقلاب 15 من تموز مفتعل، فيما أردوغان يمضي في مسرحية العداء مع أوروبا ويسلح أنصاره قبيل الاستفتاء. أسامة شحود والتفاصيل. وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل هدد علنا رئيس نظام أنقرة رجب طيب أردوغان برفع دعوى قضائية ضده وضد أركان نظامه، على خلفية اتهامات أردوغان للحكومة الألمانية بالنازية والفاشية والتي وصفها زيغمار بالوقحة، موضحا أن تصريحات أردوغان الاستفزازية والاتهامات التي وجهها إلى الحكومة الألمانية تندرج في إطار البند الأول من المادة 90 من قانون العقوبات الألمانية، والتي تقضي بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات. ورغم تكشف تفاصيل مسلسل مسرحيات أردوغان الهزلية، يتابع الأخير افتعال المشاكل السياسية مع الاتحاد الأوروبي لاستعطاف الرأي العام التركي قبيل الاستفتاء، مدعيا أن الاتحاد الأوروبي يرفض انضمام تركيا لأنه تحالف صليبي. وهي الفكرة التي ينوي أردوغان إيصالها إلى أنصاره الذين بدأ يسلحهم، بحسب ما أكده مايكل روبن المسؤول الأمريكي السابق في البنتاغون، والذي أرجع سبب ذلك إلى شعور أردوغان بالخوف من الخسارة في الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد. وفي سياق التقارير الاستخباراتية التي كشفت عنها ألمانيا وعدة دول أوروبية حول حقيقة الانقلاب الذي حصل في تركيا منتصف الصيف الماضي، أكد الخبير الاستخباراتي الألماني الشهير إريك شميت أمبوم أن اتهام الداعية الإسلامي فتح الله جولين بتدبير محاولة انقلاب 15 من تموز أمر غير مقبول. وأوضح شميت أن المعلومات التي توصلت إليها وكالات الاستخبارات الغربية مثل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA والاستخبارات الألمانية BND تشير إلى أن محاولة الانقلاب لم تكن فعلية بل مفتعلة، إذ لا يوجد حتى دليل بسيط على هذا الأمر، واصفا ما حدث بالسيناريو والحملة الاستباقية لأردوغان في مسعى منه للهروب من انقلاب حقيقي.
وأرجع شميت سبب هذا إلى أنه أسهل طريقة لتحويل المعارضين لحكم أردوغان إلى مجرمين والتخلص منهم، مشيرا إلى أن بعض المعلومات عن حقيقة الانقلاب تسربت من قصر أردوغان رغم الإجراءات المشددة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن حل المسائل العالقة المتبقية في سياق تسوية نزاع إقليم قرباخ مرتبط بقدرة الأطراف على إبداء المرونة وقبول حلول وسط. لافروف أوضح أن الأطراف تنجح في التوصل إلى اتفاقات بشأن العديد من المسائل ولم يبقى هناك سوى قضايا معدودة رغم أنها تعتبر الأكثر صعوبة، مضيفا أنه من الواضح أن نتائج العمل تتعلق بالدرجة الأولى بالإرادة السياسية للأطراف واستعدادها لإبداء وقبول حلول وسط. قالت لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا إن الحزب الجمهوري الحاكم وهو حزب الرئيس سيرج ساركيسيان فاز بالانتخابات البرلمانية التي جرت. الحزب حصل على نسبة 66% من أصوات المشاركين في الاقتراع، حيث أظهرت نتائج أولية نشرتها اللجنة أن تحالف رجل الأعمال جاجيك تساروكيان حل ثانيا بحصوله على 19% من أصوات الناخبين. هذا وتنافس في هذه الانتخابات التي تجري وفق النظام النسبي 5 أحزاب وأربع تحالفات على 101 مقعد في البرلمان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون أمرا إيجابيا للطرفين. هبة عبد الرحمن والتفاصيل. أطلقت صفارة بداية مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما المتوقع بعد ذلك؟ فمن أوائل المعلقين دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الذي اعتبر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً إيجابياً للطرفين. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن ترامب قوله في مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إنه يعتقد فعلاً أن ذلك سيكون ممتازاً جداً لبريطانيا وأمراً جيداً جداً أيضاً للاتحاد الأوروبي. وأضاف ترامب أنه ظن بأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتلوه خروج بلدان أخرى، إلا أن الاتحاد الأوروبي استعد زمام الأمور على حد تعبير الرئيس الأمريكي الذي رأى أن الاتحاد تبنى خلال الأشهر الأخيرة ذهنية مختلفة للبقاء موحداً بعد قرار لندن الخروج منه. وتتباين تصريحات ترامب هذه مع موقفه في كانون الثاني الماضي حين توقع خروج دول أخرى من الاتحاد الأوروبي على غرار لندن. وكانت بريطانيا باشرت رسمياً في 29 من آذار الماضي آلية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من الاستفتاء التاريخي والذي صوت خلاله البريطانيون بنسبة نحو 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ساعتنا الأخيرة انتهت وبقي أن نذكر بأبرز العناوين. وحدة من القوات المسلحة تواصل التقدم بريف حماه الشمالي وتستعيد السيطرة على بلدة معردس. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطتي لمترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. شهيد وجرحى في تفجير إرهابي بعبوة ناسفة قرب سوق شعبي غرب العاصمة العراقية بغداد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.